بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 55. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقة، لأنه عقد معاوضة، ولأن المرأة مخالف لصداقها. نعم. ولأن المرأة. ولأن المرأة مخالف لصداقها. نعم. أما جاز صداقا جاز عوضا بالخلع، إلا أن الخلع يصح بالمجهول. وقال أبو بكر: لا يصح، لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ويصح الخلع بكل ما يصح صداقا، أي يصح عوض الخلع، وهو المال الذي يبذل للزوج من أجل أن يخلع زوجته، فيصح بكل ما يصح صداقا. وقد تقدم أن الصداق يصح بكل ما ينتفع به من مال أو منفعة أو تعليم، فكذلك الخلع يصح بكل ما يصح به الصداق، لأن المرأة تخالع بصداقها، فكذلك تخالع بكل ما صح به صداقها. ويزيد الخلع على الصداق في أنه يصح بالشيء المجهول، كأن تقول الزوجة لزوجها: لك ما في بطن هذه الشاة أو البعير أو الناقة، وتطلقني أو تخالعني، أو لك ما في هذا البيت من أثاث، أو ما في هذا الكيس من نقود، فيصح ولو كان مجهولا، يصح الخلع ولو كان العوض مجهولا، بخلاف الصداق فإنه لا يصح إلا بشيء معلوم. نعم. وقال أبو بكر: لا يصح، لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. ودليل الأول أن الخلع يصح تعليقه على الشرط، فجاز أن يستحق به المجهول الوصية. فلو قالت: اشتعني على ما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع، فخالعها على ذلك صح، وله ما فيهما وليس له غيره، لا قليلا كان أو كثيرا، لأنه رضي بذلك. نعم. وإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم، نص عليه الإمام أحمد، لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة فاستحقه، كما لو وصى له بدراهم. يعني لو قالت: لك ما في يدي من الدراهم أو ما في البيت من الدراهم، ولم يجد فيهما دراهم، فإنه يعطى ثلاثة دراهم، لأن أقل الجمع ثلاثة، وهي قالت دراهم، هذه صيغة جمع، فيعطى أقل ما يقع عليه الاسم. نعم. وكذا إن لم يكن في بيتها متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع كالمسألة قبلها. نعم. مسألة: وإن خالعها على عبد فخرج معيباً فله قرشه أو رده وأخذ قيمته، لأنه عوض في معاوضة، فيستحق ذلك كالبيع والصداق. نعم. إذا خالعته على عبد أو على دابة أو على تبين معيباً فهو كالمشتري كما سبق، إن شاء أمسكه مع الأرش، يعني عوض النقص،
وإن شاء رده وأخذ قيمته، أخذ قيمته سليما. نعم. مسألة: وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته، لأنه خالعها على عوض يظنه مالا فبان غير مال، فالقلع صحيح لأنه معاورة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح. نعم. وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته. إن خرج الشيء الذي خالعته عليه مغصوبا فله قيمته، لو قالت خالعني ولك هذا العبد أو لك هذا المال ثم خالعها وتبين أنه ليس لها، هذا الشيء ليس لها، فإن له قيمة هذا الشيء، يقوم يعني ثمن وتدفع له القيمة وهذا الشيء يرجع لصاحبه. نعم. لأنه خالعها على عوض يظنه مالا فبان غير مال، فبان غير مال، فالخلع صحيح لأنه معاورة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح. نعم. فإذا ثبت صحته فإنه يرجع عليها بقيمته لو كان عبدا، لأنها عين يجب تسليمها مع سلامتها مع بقاء سبب الاستحقاق، وجب بذلها مقدرا بقيمتها كالمقصود والمعار. نعم. مسألة: ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا، لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى. يصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه، فالزوج الذي لا يصح طلاقه كالصغير الذي دون البلوغ والمجنون والمعتوه لا يصح خلعه لأنه غير جائز التصرف، كما أنه لا يصح طلاقه لأنه لا يعقله ولا يدري ما معنى الطلاق فلا يصح طلاقه، وكذلك خلعه. نعم. مسألة: ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال، فلو خالعت المحجور عليها نساء. هذه مثل التي قبلها، لا يصح الخلع إلا ممن يصح تصرفه، ومعناه البالغ الرشيد، البالغ يخرج الصغير والرشيد يخرج غير الرشيد كالمجنون والمعتوه والسفيه، هذا بالغ لكنه غير رشيد فلا يصح تصرفه، فلو بذل الخلع لم يصح منه ذلك لأنه غير أهل للتصرف في المال. نعم. فلو خالعت المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع، لأنه تصرف في المال وليس لهن أهلية التصرف فيه، ويقع طلاقه رجعيا لأنه لم يسلم له العوض. لم يسلم له العوض. يعني لو خالعته وهي غير جائزة التصرف قلنا هذا الخلع غير صحيح لأنها لا تملك التصرف ولا يصح تصرفها، فماذا يكون حينئذ؟ هل يبطل الخلع؟ يصير طلاقا رجعيا، يراجعها كما يراجعها في الطلاق. نعم. وسواء أذن لهن الولي أو لم يأذن، لأنه ليس له الإذن في التبرعات، وهذا تبرع الذي هو بذل العوض. نعم. كتاب الطلاق. الطلاق مصدر أو اسم مصدر، اسم مصدر من طلق طلاقا، والمصدر تطليقا، فلما نقصت حروفه عن فعله سمي اسم مصدر. الطلاق اسم مصدر من طلق،
وهو مصدر من طلقت المرأة طلاقا لأنه ثلاثي، فجاء المصدر على وزنه فصار مصدرا. فالطلاق إن كان مأخوذا من طلق فهو اسم مصدر، وإن كان مأخوذا من طلقت المرأة فهو مصدر لتمام حروفه. والطلاق لغة التخلية، يقال ناقة طالق يعني مطلقة غير مقيدة وغير معقولة، مخلات، ناقة مخلات غير محبوسة. والطلاق أيضا الإرسال، الطلاق الإرسال، يقال أطلق الناقة إذا أرسلها ترعى. وهو في الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، الطلاق في الشرع هو حل عقد النكاح، حل عقد النكاح أو بعضه. فقولهم حل عقد النكاح إذا كان بائنا، وقولهم أو بعضه إذا كان الطلاق رجعيا، هذا هو الطلاق شرعا. والطلاق في الإسلام، الطلاق في الإسلام مباح للحاجة، يباح للحاجة إذا احتاج إليه لسوء العشرة وعدم التلاؤم بين الزوجين، فإنه يباح الطلاق حينئذ لأجل إزالة الضرر عن الزوجة. ويكون الطلاق حراما إذا وقع في الحيض أو وقع ثلاثا بلفظ واحد، فإن هذا طلاق محرم ويسمونه البدعي. الطلاق المخالف للشرع يسمى حراما ويسمى بدعيا، لأن البدعة عمل شيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ويكون الطلاق واجبا في مسألة الإيلاء، إذا آل من زوجته أن لا يطأها، يعني حلف أن لا يطأها، فإنه يمهل 4 أشهر، فإن كفر عن يمينه ورجع إلى زوجته وفاء إليها انتهت المشكلة. وإن تمت 4 أشهر وهو لا يزال على يمينه ممتنعا من زوجته وتضررت وطالبت وأبى أن يطلق، يعني أبى أن يفيء وأن يكفر عن يمينه، فإن القاضي يلزمه بالطلاق، لأن هذا الطلاق واجب لإزالة الضرر عن الزوجة بعد 4 أشهر. إذا لم يفي فإن القاضي يجبره على الطلاق، ويجب عليه ذلك لإزالة الضرر عن الزوجة. ويكون الطلاق مستحبا إذا ساءت العشرة بين الزوجين، إذا ساءت العشرة بين الزوجين، أو العشرة جيدة ولكن المرأة غير ملتزمة بأمور دينها، عندها تساهل، فإنه يستحب لزوجها أن يطلقها ويبتعد عنها لأنها غير مستقيمة. إذن فالطلاق يعتريه الأحكام الخمسة كما يقولون، تارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مكروها. متى يكون مكروه الطلاق؟ إذا كان لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة، الحال مستقيم والمرأة صالحة، إنه يكره الطلاق كراهية تنزيه، لقوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
فإذا لم تدعو إليه حاجة فإنه يكره، لأنه يترتب عليه أضرار. وبناء الأسرة وبقاء الزوجية مطلوب شرعا، ولا يجوز حل النكاح إلا لسبب ومبرر شرعي، ما دام ما فيه مبرر فإنه يكون مكروها، ولكنه حلال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه حلالا في قوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فقوله الحلال دل على أنه مباح، وقوله أبغض دل على أنه مكروه، حلال مكروه، هذا من الحلال المكروه. نعم، كراهة التنزيه. نعم. مسألة: لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف. والطلاق الطلاق من محاسن الإسلام، وجود الطلاق من محاسن الإسلام، لأن فيه إزالة الضرر عن الزوجين إذا لم تصلح الحال بينهما، فالله جعل الطلاق من أجل إزالة الضرر إذا لم يكن في بقائه مصلحة وإنما في بقائه مضرة، فوجود الطلاق في الإسلام هذا من محاسنه. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وقال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. فإذا كان الرجل كارها لزوجته ولا يريدها فلا يجوز له أن يعضلها، بمعنى أن يبقيها في عصمته وهو لا يرغبها من أجل أن تفتدي منه، هذا لا يجوز، حرام عليه، وإن أخذ منها شيء في هذه الحالة فهو حرام. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كان ليس له بها رغبة ولا يريدها وإنما أمسكها من أجل أن تمل وتبذل له المال من أجل أن يطلقها فهذا حرام عليه. وعند النصارى الطلاق محرم ولا يجوز، وهذا من الآثار والأغلال التي ما لم يشرعها الله سبحانه وتعالى وإنما هم ابتدعوها. فعندهم لا يطلق الزوج زوجته إلا إذا رآها تزني، إذا رآها تزني فإنه يطلقها، أما ما لم يرها تزني فإنه لا يطلقها مهما ساءت العشرة ومهما فسدت الحال بينهما، لا يجوز له أن يطلق. فإن طلقها وتزوجت غيره فهي زانية عندهم، تعتبر عندهم زانية لأنها عندهم في عصمة الأول، فهم لا يجيزون الطلاق إلا في حالة ما إذا رآها على الزنا فقط. وهذا لا شك أن فيه آثار وأغلال، حتى أفضى بهم هذا الحكم الجائر إلى مفاسد، أفضى بهم إلى الزنا. الزوج إذا خبر أنه ما هو متخلص منها الزوجة وهو ما يبيها راح يزني بغيرها، والإسلام يقول لا، إذا صار ما يبيها يطلقها ويتزوج ثانية يرغبها، يرغب فيها ويقضي شهوته ويعصم فرجه من الزنا. فهم لا، لما منعوه وهو ما يريدها راح يدور صواحب، ولذلك عندهم الأخدان والصاحبات كثير، عندهم الأخدان والصواحب كثير ويعتبرون هذا سائغا عندهم والعياذ بالله. السفاح كثير عند النصارى بسبب أنهم منعوا الطلاق. المفسدة الثانية أنه يحصل قتل إذا شاف أنه ما هو متخلص منها، فقد يقتلها، أو هي بالعكس إذا رأت أنه ما هي متخلصة منه ولا هنا طلاق ربما تقتله لأجل تخلص منه، فيحصل سفك الدماء والفساد. وهذا من ما
يترتب على منع الطلاق عند النصارى مفاسد عظيمة: القتل والزنا والسفاح وكثرة أولاد الزنا بسبب هذا الجرم الذي ابتدعوه وهو منع الطلاق. فالإسلام ولله الحمد دين اليسر والسهولة، شرع الطلاق للحاجة، شرع الطلاق للحاجة وإزالة المفاسد، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، تجد الزوجة زوجا يصلح لها ويجد الزوج زوجة تصلح له، يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فتشريع الطلاق من محاسن الإسلام ولله الحمد. نعم. مسألة، لكن الطلاق لا يستعمل إلا في وقته، ما هو يصير بيد الزوج ويستعمله متى ما أراد، لا، ما يستعمله إلا في وقته وفي الحالة التي يسوق فيها الطلاق، ما هو بيستعمله مطلقا على حسب هواه وشهوته، لا، يستعمله إذا احتاج إليه وكان البقاء على الزوجية غير مجدل. أما ما دام أن الحال مستقيم والمرأة صالحة وهو يحبها وهي تحبه فإن الطلاق مكروه في هذه الحالة كما ذكرنا. نعم. مسألة: لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. طلاق لا يصح إلا من زوج، هذا واحد، فلو طلق غير الزوج ما وقع. لو قال أنا طلقت فلان زوجة فلان، يقول مالك عليها طلاق، أنت مالك عليها طلاق. قال هذا ولدي، أنا أطلق هذا ولدي، يقول ولا هو لك، مالك طلاق عليه، إلا إذا كان إنه معتوه أو مجنون وأنت ولي وكيل عنه. أما ما دام إنه عاقل فليس لك عليه طلاق، ولو كان صغيرا ولو كان دون البلوغ مالك عليه طلاق. طلاق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو الزوج حق له، ليس لغيره أن يطلق عليه إلا في مسائل مثل يطلق عليه الحاكم إذا رأى إزالة العنت والمفسدة في حق المولي الذي ذكرنا، وفي حق الغائب الذي غاب وعيا يجي أبى أن يأتي وتضررت زوجته، طالبت للحاكم أن يطلقها لأجل إزالة المفسدة، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. فلا يصح الطلاق إلا من زوج إلا في حالات أباحها الشارع، مثل الزوج إذا أبى أن يطلق في الفيئة، أو غاب وأبى أن يحضر لزوجته وهي تضررت، للحاكم أن يطلقها. إلا من زوج، نعم، إلا من زوج مكلف، مكلف يخرج الصغير والمجنون، المكلف هو البالغ العاقل، يخرج بالبالغ الصغير، الصغير إذا طلق ليس له طلاق، العاقل يخرج المعتوه والمجنون الذي ليس له عقل، إذا طلق فليس له طلاق لأنه لا يدري ما معنى الطلاق، الصغير ما يدري ما معنى الطلاق، والمجنون والمعتوه ما يدري ما معنى الطلاق، فلا يصح طلاقه لأنه لا يفهم معنى الطلاق. نعم. مختار، مختار يخرج المكره، المكره لو أكره على أن يطلق زوجته فطلقها لأجل الإكراه لم تطلق، لأنه معذور. لو هدده شخص على أن يقتله أو يضربه إلا أن يطلق زوجته فإنها لا تطلق، لو طلقها لا تطلق لأنه بغير اختياره. وكذلك هي لو أكرهته، لو أنها هددته وأخذت عليه السلاح أو منعته من شيء يتضرر بتركه حتى يطلقها فطلقها من أجل ذلك لم تطلق لأنه مكره، والمكره معذور،
تصرفاته لا يؤاخذ عليها بالإكراه. قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان هذا في قول كلمة الكفر إذا أكره عليها أنه يعذر، فكيف بالطلاق؟ نعم. فأما غير الزوج فلا يصح منه بقوله عليه السلام: الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم، وهو الزوج، من أخذ بالساق وهو الزوج، فدل على أنه ليس لغيره. نعم. وروى الخلال بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح. نعم، فلو قال: إن تزوجت فلان به طالق ثم تزوجها لم تطلق، لأنه حين أصدر الطلاق وهو غير زوج، حين أصدر الطلاق وهو غير زوج فلا يقع طلاقه، لو تزوجها لم تطلق، لأن العبرة بوقت صدور الطلاق وهو غير زوج في ذاك الوقت فلا تطلق. فلو علق طلاقها على تزوجها ثم تزوجها لم تطلق. نعم. فأما الصبي العاقل ففيه روايتان: أحدهما لا يقع طلاقه بقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحترم، ولأنه غير مكلف أشبه الطفل. نعم. والثانية: إن كان ابن عشر وعقر الطلاق صح منه لأنه عاقل أشبه البالغ. نعم، الأولى هي الراجحة، أنه لا يصح طلاق الصغير من دون البلوغ ولو كان عاقلا. نعم، لأنه مرفوع عنه القلم، وفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يحتلم. نعم. وأما الطفل والمجنون والنائم والزائل العقل لمرض أو شرب دواء أو أكره على شرب الخمر فلا يقع طلاقه. نعم، السكران والسكران الذي أكره على شرب الخمر، أو نعم أو النايم إذا طلق وهو نايم يحلم يطلق وهو نايم لا يقع طلاقه. كذلك زائل العقل بالجنون أيضا لا يقع طلاقه، أو شرب دواء يغطي على العقل مثل البنج الذي يخدر الإنسان ولا يحس بشيء، فإذا طلق في هذه الأحوال لم يقع طلاقه لعدم وجود العقل. نعم، وهو معذور في زوال هذا العقل. أما لو شرب الخمر متعمدا وسكر وطلق في حالة السكر وقع طلاقه، لأنه هو الذي تعاطى هذا الشيء مختارا. نعم. بقوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ومثلهم كل من زال عقله بسبب مباح. بسبب مباح. نعم. مسألة: إلا السكران فإنه يقع طلاقه إذا كان سكره بغير عذر. السكران إن كان سكره باختياره وقع طلاقه، هذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا قول الأئمة الأربعة، يقع طلاقه لأنه سكر باختياره. أما إن كان سكره بغير اختياره، بأن سقي الخمر بغير اختياره أجبر عليه، كان مكرها على شربه وطلق في حالة سكره، لم يقع لأنه معذور في هذا. أو شربه ما درى أن الخمر، شربه ما درى أنه يسكر، يحسب شراب غير مسكر، فهذا معذور أيضا. نعم. والشارب لما يزيل عقله من غير حاجة ففيه روايتان. نعم. أحدهما يقع طلاقه لما روى أبو ربرة الكلبي قال: أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، فقلت: إن خالد يقول إن الناس قد انهبكوا في الخمر وتحاقر العقوبة،
فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هدى وإذا هدى افترى وعلى المفتري 80. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال فجعلوه كالصاحب. والشارب لما يزيل عقله بغير حاجة ففيه روايتان: أحدهما يقع طلاقه لما روى أبو بكرة الكلبي أبو وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن، فقلت إن خالد يقول إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقر العقوبة. فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر حدا وإذا هذا احترى وعلى المفتري 80. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال فجعلوه كالصاحب. نعم، يعني إن السكران إذا شرب المسكر مختارا عالما أنه مسكر ثم سكر وطلق زوجته يقع طلاقه. وعمر استشارهم في حد الخمر، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد نحو من 40، فكان الناس يجلدون 40 في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر، فلما انهمك الناس في شرب الخمر ولم تردعهم 40 الجلدة استشار عمر الصحابة فأشاروا عليه أن يجعله 80 كحد القاذف، لأنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فجلدوه حد المفتري يعني القاذف 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وهذا مثله لأنه يتكلم بكلام محرم، فدل على أنه مؤاخذ، على أن السكران يؤاخذ بكلامه وافترائه، ومن ذلك الطلاق يؤاخذ عليه. نعم. ولأنه إيقاع الطلاق من مكلف صادف ملكه فوجب أن يقع كالصاحب، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة. نعم، لو أن السكران قتل شخصاً فإنه يقتل به، يقام عليه القصاص ولا يسقط عنه القصاص لأنه سكران. لو سرق مالا وهو سكران تقطع يده، فكذلك الطلاق إذا طلق وهو سكران يقع عليه الطلاق. نعم. والثالث لا يقع طلاقه. هذه رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية أن السكران لا يقع طلاقه مطلقا لأنه غير عاقل عنده، ولكن الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. نعم، وهو الذي يردع الناس. نعم. وهو قول عثمان. وقال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحد من الصحابة خالفه. قال الإمام أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه. نعم. وأصح يعني من حديث علي وحديث الأعمش، وهو أصح يعني من حديث علي وحديث الأعمش عن منصور لا يرفعه إلى علي، ولأنه زائر العقل أشبه المجنون والنائم، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره. إيه ولو كان الرواية الأولى أرجح وأردع للناس. نعم. مسألة: ويملك الحر 3 تطليقات والعبد 2 سواء كان تحته حرة أو أمة. الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء، الطلاق معتبر بالرجال لأنه بيدهم فهو معتبر بهم. فالحر يملك 3 والمملوك العبد يملك 2 لأنه على النصف من الحر، على النصف من الحر، ونصف 3 وحده نصف، فيجبر الكسر يصير 2 لأن ما فيه نصف طلقة.
يجبر الكسر فيكون يملك ثنتين هذا العبد. والدليل قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر الخلع ثم قال بعده فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فدل على أن نصاب الطلاق ثلاث في حق الحر يملكها. فإذا طلق دون الثلاث يملك الرجعة في العدة، وإذا بلغ الثلاث لا يملك الرجعة وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره ويطلقها. هذا دليل أن الطلاق في حق الحر ثلاث تطليقات. والعبد على النصف في قوله تعالى في الإماء فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب يعني من الجلد. فالأمة الزانية تجلد 50 جلدة، والحرة تجلد إذا كانت بكرا 100 جلدة، وإن كانت ثيبا ترجم بالحجارة. نعم. والذي يتنصف هو الجلد، أما الرجم فإنه لا يتنصف. نعم. روي ذلك عن عمر وابنه وجماعة من الصحابة. فالحر يملك ثلاثا سواء كانت زوجته حرة أو أمة، والعبد يملك ثنتين سواء كانت زوجته حرة أو أمة، لأن الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء لأن الله أسنده إلى الرجال. نعم. ولأن الله سبحانه ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق يعني الزوج. نعم. ولأن الله سبحانه خاطب الرجال في الطلاق فكان حكمه معتبرا بهم. فطلقوهن، قال تعالى فطلقوهن لعدتهن. نعم. لأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالفقه والحرية، فكان اختلافه به لعدد المنكوحات. نعم. ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعا فملك طلقات ثلاث كما لو كان تحته حرة. نعم. وعنه أن الطلاق معتبر بالنساء، فطلاق الأمة اثنتان حرا كان الزوج أو عبدا. العكس يعني عكس القول الأول. وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا. روي ذلك عن علي وابن مسعود. لكن الأول هو المذهب، الأول الرواية الأولى هي المذهب. نعم. ولما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وحرها حيرتان، رواه أبو داود وابن ماجه. لكن فيه مقال، الحديث فيه مقال. نعم. ولأن المرأة محل الطلاق فيعتبر بها كالعدة، والأولى أولى. الأولى يعني الرواية الأولى أولى، لأن الله خاطب الرجال بالطلاق ولم يخاطب النساء، فهو ملك للرجال. ولقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة، قال المفسرون الدرجة الطلاق، أنه يملك الطلاق وهي لا تملكه. نعم. وحديث عائشة قال أبو داود رواية مظاهر ابن أسلم. هذا الحديث اللي تطليق الأمة طلقتان هذا فيه مقال، قلنا أن فيه مقال، هذا الآن هو يشرح لكم المقال. نعم. وحديث عائشة قال أبو داود رواية مظاهر ابن أسلم وهو منكر الحديث. نعم. وقد أخرجه الدارقطني عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذه الرواية مثل تؤيد القول الأول لأنه قال طلاق العبد جعله في حق الزوج. نعم. وحرق الأمة حيضتان. نعم. وتزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة وهو نص. نعم.
وقد أخذه الدارقطني عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاق العبد اثنتان. فأسنده إلى الرجل. نعم. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. يعني الأمة إذا طلقها طلقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وقرء الأمة حيضتان. قرؤها يعني عدتها. بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار. وأما الأمة فتعتد بحيضتين أو بطهرين لأنها على النصف من الحرة، ونصف الثلاث وحده نصف، لكن الحيضة لا تتنصف فجبروها صارت سنتين، والطهر أيضا لا يتنصف. نعم. وتزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة وهو نص. نعم. مسألة: فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويقعها. تزوج الحرة يقول وتزوج الحرة على الأمة. نعم. ولا تزوج الأمة على الحرة وهو نص. نعم، هذا في القرآن. الله أباح نكاح الأمة للحر بشرط أن لا يقدر على زواج حرة. فإذا كان يتزوج حرة فلا يتزوج الأمة عليها لأنه مستغن بالحرة. ولو تزوج أمة وقت الحاجة ثم استغنى فله أن يتزوج عليها حرة. هذا معنى قوله تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة. نعم. مسألة: فمن استوفى عدد طلاقه لما كان الطلاق للرجال، فمن استوفى عدد الطلاق بأن طلق الحر ثلاث طلقات وطلق العبد طلقتين فإنها لا تحل له، بانت بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الثاني وتخرج من العدة، فله أن يتزوجها. نعم. مسألة: فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويقعها. نكاحا صحيحا، يخرج النكاح الباطل والنكاح الفاسد ونكاح الحيلة من أجل التحليل، كل هذا لا يحللها للأول. نكاح وجوده كعدمه. المراد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا. نعم. أما الحرة فلقوله سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الثالثة، لأنه ذكر في أول الآية في الآية الأولى الطلاق مرتان، فإذا مضى طلقتان يراجعها في كل طلقة ثم طلقها المرة الثالثة فلا رجعة له عليها. فإن طلقها يعني الثالثة فلا رجعة له عليها لأنها بانت بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الذي هو الثاني طلاق اختيار لا طلاق حيلة رغبة عنها حلت للأول بعقد جديد. أما اتخاذ المحلل فهذا لا يجوز، وهذا ملعون. المحلل لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار تنفيرا منه. فنكاح التحليل حرام ولا يحللها للأول الذي طلقها ثلاثا، لأن وجود هذا النكاح كعدمه، ويؤدب المحلل أدبا بليغا. نعم. وأما العبد
ولحديث عائشة ويجب أن يكون أنه إذا طلق اثنتين بانت منه زوجته بينونة كبرى ولا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره، وهذا في حديث عائشة الذي مر بكم قريبا. نعم. ويجب أن يكون النكاح صحيحا، يعني حتى تنكح زوجا غيره، زوجا حتى تنكح زوجا غيره، ولا يسمى النكاح نكاحا إلا إذا كان صحيحا، ولا يسمى الزوج زوجا إلا بعقد صحيح، أما بالعقد غير الصحيح فلا يسمى زوجا. نعم. أطلق النكاح، وإنما يحمل المطلق من كلام الله سبحانه على الصحيح لا على الفاسد، على النكاح الصحيح، النكاح الفاسد لا يسمى نكاحا شرعا. نعم. ويجب أن يطأها أيضا، ما يكفي أنه يعقد عليها الثاني، ما يكفي، بل لا بد أن يعقد عليها عقدا صحيحا وأن يطأها، فإن طلقها قبل الدخول لم تحل الأول، لأن امرأة طلقها زوجها ثلاثا فتزوجها زوج آخر ولكنه لم يقدر على جماعها لضعفه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال: تريدين أن ترجعي إلى فلان؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني بالجماع، يعني أنه منعها الرسول من رجوعها إلى زوجها الأول لأن الثاني ضعيف ولم يستطع جماعها، فلم يحللها للأول لعدم وجود الجماع، ولم يذوق عسيلتها ولم تذوق عسيلتها، يعني الجماع. نعم. ويجب أن يطأها أيضا لما روت عائشة أن رفاعة طلق امرأته فبت طلاقها، بته يعني طلقها ثلاثا. نعم. فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، الزبير ابن الزبير. نعم. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل الهدبة، يعني إن ذكره ضعيف لا يجامع، أنه ما جامعه. نعم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني أن نكاح عبد الرحمن بن الزبير لا يحللك للأول لأنه لم يحصل وطأ. نعم. لأنها اعترفت أنه ما وطأها. نعم. ما ينفع. إيه، المهم أن اللي ما يطأ ما يصح، ما يحللها للأول، سواء كان عنينا ولا أنه ما بغاها، يعني ما اتجهت همته إليها، قد يكون أنه ما هو عنين لكن ما تتجه همته إليها، لأن بعض الرجال يحبس عن زوجته. فالمهم أنه لا بد من وطئها، لا يحللها للأول إلا الوطئ بعقد صحيح، وهذا يؤخذ من قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، تنكح، والنكاح يطلق تارة على العقد وتارة على الوطئ. نعم. متى زواجها زواج صحيح عشان؟ متى زواجها زواج صحيح وقام معها فترة؟ ما يكفي هذا، لازم من الوطئ. نعم. مسألة، ولو أن زواجه صحيح ولو أنه ما يصلح هذا، لو قامت معه 10 سنين وهو ما وطأها ما يحل، ما تحل الأول، لأنه لا بد من أمرين: الزواج الصحيح والوطأ فيه. نعم. مسألة، ولا يحل جمع الثلاث وهو ثلاث التطليقات، لو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فهذا حرام، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله فإن طلقها، فذكره الله مفرقا، ذكره الله مفرقا، والحكمة في ذلك عظيمة، لأنه إذا كان مفرقا أتيح للزوج
الرجعة. أما إذا جمع الثلاث أغلق الباب على نفسه، أغلق الباب على نفسه ومنع الرجعة في حقه، وقد يندم. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قد يطلقها وهو غضبان أو كاره لها ثم يندم سريعا ويريد الرجعة. الله جعل له فرصة، جعل له مجالا للرجعة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذه الحكمة العظيمة. لكن إذا أنه قال أنت طالق بالسلام أغلق الباب على نفسه، وقد يندم وقد يموت وقد يقتل نفسه من الندم، لأنه أغلق الباب على نفسه. فهذا حرام، طلاق المرأة ثلاثا بلفظ واحد حرام، ويسميه العلماء طلاقا بدعيا لأنه مخالف للشرع، الشرع فرق الطلاق وهو جمعه. نعم. وهو إحدى الروايتين. نعم. وهو إحدى الروايتين. مسألة. ولا يحل جمع الثلاث. لا يحل جمع الثلاث، حرام عليه. نعم. وهو إحدى الروايتين، وهو طلاق بدعة وهو محرم. البدعة ما لم يشرعه الله، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والطلاق ثلاث بلفظ واحد هذا ليس عليه أمر الشارع، لأن الشارع فرق الطلاق. نعم. روي ذلك عن عمر وعلي وجماعة من الصحابة، فروي عن عمر أنه كان إذا أتي برجل طلق ثلاثا أوجعه ضربا. تعزير، إذا طلق ثلاث بكلمة واحدة عمر رضي الله عنه يضربه تعزيرا، لأن هذا معصية مخالف للشرع. نعم. وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثة، فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا. إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان، عصى الله في الطلاق الثلاث بلفظ واحد لأن الله فرقه وهو جمعه وعصى ربه، وأطاع الشيطان لأنه هو الذي أمره بذلك، فلم يجعل الله له مخرجا، يعني لم يبقى له رجعة لأنه أغلق الباب على نفسه. نعم. ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فحرم قبضها، لأن الطلاق الثلاث تحريم لبضع الزوجة فكان محرما كالظهار، الظهار حرام، لو قال أنت علي كظهر أمي هذا حرام. قال سبحانه وتعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال سبحانه: سماه زورا ومنكرا في سورة قد سمع: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فالظهار حرام، وكذلك طلاق الثلاث حرام. نعم. والرواية الأخرى أنه مكروه غير محرم، لأن عويمر بن عجلاني لما لاعن امرأته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها سكتها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني، إن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مكروه وليس محرما، مكروه كراهة تنزيه ليس محرما، بدليل أن عويمرا العجلاني طلق ثلاثا بلفظ واحد عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه دل على أنه جائز. نعم. ولكنه مكروه كراهة تنزيه لأنه مخالف للآية، لكن القول الأول أرجح وهو أنه محرم.
طلاق الثلاث بكلمة واحدة محرم. نعم. ولم ينقل إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. يعني عويمر. نعم. وفي حديث امرأة رفاعة أنها قالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. متفق عليه. بت طلاقي يحتمل أنه بته بلفظ واحد ويحتمل أنه استكمل الثلاث فانبتت منه وبانت، ما هو بصريح حديث رفاعة، ما هو بصريح. نعم. وحديث عويمر العجلاني أيضا في قضية الظهار، والمرأة التي طلقها هو كاره لها لأنه يرميها بالزنا، هو كاره لها. نعم. وفي حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات والأولى أولى. الذي ورد في حديث فاطمة بنت قيس أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، في رواية أخرى أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. نعم. والأولى أولى. الرواية الأولى أولى. نعم. يبي يرجح الأولى. وأما حديث المتلاعنين فغير لازم. نعم. لأن الفرقة لم تقع بالطلاق وإنما وقعت بمجرد لعانها فلا حجة فيه. لأنه إذا قام الزوج ولاعن حلف الأيمان الخمسة على صحة ما يقول، ثم قامت هي وحلفت الأيمان الخمسة على كذبه بما يقول، بانت منه، انتهى ما بينهما باللعان، فكونه طلقها بعد ذلك يقولون لا قيمة للطلاق لأن بانت باللعان فلا حجة فيه. نعم. وسائر الأحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون مقرا عليه. نعم. بت طلاقي أو طلقني ثلاث تطليقات، هذا لم يكن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان المراد ثلاث بكلمة واحدة فهو لم يكن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال أقره، وإنما هو حكاية لواقع حصل وانتهى ولا يمكن تداركه. نعم. على أن حديث فاطمة بنت قيس، هذا الجواب الثاني. نعم. أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها، آخر ثلاث تطليقات. نعم. وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات كذلك، هذه رواية في حديث رفاعة. فعلى كل حال ما تستقيم الأدلة التي ذكروها لعدم التحريم. نعم. ولم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث. نعم. هذه ما بعد جت مسألة، ما بعد جت. نعم. ولم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث. نعم. مسألة. ولا يحل طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه. أما السؤال الذي سأل عنه الأخ، عرفنا أن طلاق الثلاث بلفظ واحد محرم على الراجح أو مكروه على القول الثاني، هل يقع؟ نعم يقع، الجمهور على أنه يقع، الجمهور على أنه يقع، هذا ظاهر الأدلة. ولأن ابن عباس قال إنه عصى الله ورسوله فلم يجعل الله له مخرجا، دل على إمضائها عليه، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يقع لأنه طلاق بدعي، وأن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، صدرا من خلافة عمر، أن الثلاث واحدة، فلما تكاثر الناس في الطلاق وتسارعوا إليه أمضاه عمر عليهم، جمع الصحابة واستشارهم فرأوا أنه يمضى عليهم ويقع الثلاث من أجل الزجر، هذه حجة الفريق الثاني. ولكن الذي تطمئن إليه النفس وتبرأ به الذمة هو القول الأول، أنه يقع طلاق الثلاث بكلمة واحدة مع الإثم والمعصية. نعم. ها؟ إيش؟ لا، الفتوى في هذه البلاد على القول الأول، كانت إلى عهد قريب
جميع علماء الدعوة أن حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول افتيت به مرة فقط أنه يقع واحدة، رجع إلى قول الجمهور. فالصحيح والذي عليه علماء هذه البلاد أنه يقع ثلاث بلفظ واحد يقع، وهو اللي تقضي به المحاكم الآن. نعم. مسألة. نعم. ولا يحل طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه. نعم، هذا النوع الثاني من الطلاق المحرم. أخذنا النوع الأول وهو جمع الثلاث بكلمة واحدة. النوع الثاني محرم من أجل الزمن، الأول محرم من أجل العدد، وهذا محرم من أجل الزمن، وهو طلاق الحائض. الحائض لا يجوز طلاقها، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس طاهرات، لعدتهن يعني طاهرات من غير مسيس. فإذا طلقها في الحيض فهو طلاق منهي عنه ومحرم، ولكنه يقع أيضا، لأن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. فكونه أمره أن يراجعها دليل على أن الطلاق وقع، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أيضا، إن الطلاق في الحيض يقع، وكذلك الطلاق في طهر جامعها فيه هذا محرم مثل الطلاق في الحيض، لكنه يقع أيضا. نعم. نعم. مسألة. نعم، اقرأ الأسئلة. يكون هذا آخر درس إن شاء الله في هذا الفصل، وإلى بداية الفصل الثاني إن شاء الله بعد رمضان. ما في درس نابت، لا جمع ولا سبت ولا خميس ولا شيء، إلى ما إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقع طلاق الغربان طلباً شديداً وقد طلق ليس فقط ثلاثاً بل قال أنت طالق وكررها أكثر من 10 مرات، وهذا التكرار حدث في وقت واحد نتيجة لعملها شيء لا يريده؟ الغضب على 3 أنواع كما ذكر أهل العلم. النوع الأول الغضب المستحكم الذي يزول معه الشعور ولا يدري ماذا قال ولا ماذا فعل، هذا لا يقع طلاقه يجمع أهل العلم، لأنه لا يدري ما يقول. النوع الثاني الغضب الذي في بدايته يدري ما يقول ويضبط نفسه لكن معه غضب، هذا يقع بإجماع أهل العلم أيضا، لأنه صدر من رجل يعي ما يقول ويعرف ما يقول، فيقع طلاقه بإجماع أهل العلم. النوع الثالث هو محل الخلاف، الغضب الشديد الذي تجاوز البداية ولكن لم يصل إلى نهاية الاستحكام وزوال الشعور، بين غضب شديد لكنه لم يصل إلى زوال الشعور، وهو فوق الغضب اليسير، هذا محل خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه يقع، على أنه يقع، وذهب بعض العلماء كابن القيم وجماعة إلى أنه لا يقع أيضا، مثل النوع الأول، مثل الذي زال شعوره، ما دام غضبه شديد لا يقع طلاقه، ولكن الجمهور على أنه يقع وهو الصحيح. فصار يقع في صورتين، صورة بداية الغضب وصورة الغضب الشديد الذي لا يزول معه الشعور، يقع فيهما. أما الصورة الثالثة وهي الغضب الذي زال معه الشعور نهائيا، هذا لا يقع بإجماع أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ، قال المصنف رحمه الله، مسألة:
ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال، فلو خالعت المحجور عليها بسفة أو صغر أو جنون لم يصح الحل. انتهى السؤال. هل هو صواب العبارة فلو خالع المحجور عليها بسفة أو صغر؟ خالعت، لأن اللي تخالع هي المرأة، هي اللي تبذل العوض، هي اللي تخالع. خالعت مو بخالع، خالعت يعني المرأة المحجور عليها بسبب سفة أو جنون أو صغر لم يصح خلعها لأنها غير جائزة التصرف. نعم. فضيلة الشيخ، هل يقع الطلاق إذا وكل محام بالطلاق وحصل الطلاق والزوج لم يتلفظ به ولكن النية موجودة؟ النية لا تكفي، لا بد من التلفظ. لو نوى الطلاق ولم يتلفظ به لم يقع، لا بد من التلفظ. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فمجرد النية لا يقع بها طلاق. نعم. التوكيل يصح، يقوم الموكيل مقام الموكل، إذا وكله في الطلاق فطلق نيابة عنه وقع الطلاق. نعم، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. نعم. أما إذا وكله في الخصومة ولم يوكله في الطلاق فليس له أن يطلق، ليس للوكيل أن يتصرف إلا في حدود ما وكل به. نعم. فضيلة الشيخ، رجل طلق زوجته وندم ونطق كلمة أنت مرجوع ولكن زوجته رفضت، وهل يقع الطلاق أم لا مع العلم أنها في العدة؟ الطلاق يقع، وإذا كان دون الثلاث فله الرجعة، وتصح الرجعة بقول أنت مرجوعة أو راجعتك، يصح هذا ولو لم ترضى، هي ليس لها دخل في هذا، هذا حق له هو، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ليس للزوجة دخل في الرجعة رضيت أو لم ترضى، لأن هذا حق للزوج. نعم. فضيلة الشيخ، ألم في حديث زوجة عبد الرحمن بن الزبير أنه قال في بعض الطرق إني أنفضها نفض الأدين، وظهر بذلك أنه لم يكن ضعيفا؟ النفض ما يكفي، رغم أنه ينفضها ولكن ما هنا علاج. إيه نعم، ما يكفي النفض، هي اعترفت تقول مثل معه مثل هدبة الثوب، يعني ما تصل إلى شيء. نعم. فضيلة الشيخ، يتفق مع رجل، يمكنه نشيط في جسمه ينفض لكن ما عنده استعداد للمطلوب. نعم. فضيلة الشيخ، إذا اتفق مع رجل أن يتزوج زوجته ويطلقها فلم يطلقها فهل نكاح الآخر صحيح؟ إذا اتفق إيش؟ مع رجل على أن يتزوج زوجته، يعني مطلقته، ويطلقها فلم يطلقها، هل نكاح آخر صحيح؟ إن كان العقد بنية التحليل فهو غير صحيح، إن كان تزوجها بنية التحليل فهو غير صحيح، عقد باطل. أما إذا كان تزوجها زواج رغبة ما هو بنية التحليل فله أن يستمر معها لأنها زوجته. نعم. فضيلة الشيخ، قولت إن أبواب الحلال عند الله الطلاق، هل هذا حديث وهل هو صحيح؟ حديث، نعم حديث، وإن لم يبلغ درجة الصحيح إلا أنه جيد في سنده، لكن لا يبلغ درجة الصحيح، لكن يحتج به. نعم. فضيلة الشيخ، على القول بأن الطلاق في الحيض يقع، فلو طلقها في الحيض وأبى أن يراجعها هل تعتد بتلك الحيضة؟ لا، الحيضة التي طلقها فيها لا تعتد بها، وإنما تعتد بثلاث حيض مستقبلة. نعم. وهذا من المحاذير، هذا من المحاذير في طلاق الحائض، لأنه يطول عليها العدة، لأنه تروح عليها الحيضة ولازم من ثلاث حيض، وربما تكون الحيض متأخرة تطول عليها العدة. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو ضابط الإكراه الذي يعذر به المرء؟ هل هو القتل أو انتهاك العرض
أو أخذ المال أو التعذيب. الإكراه يختلف باختلاف الأحوال، ما هو بكل الإكراه نوع واحد، لا. فكلمة الكفر ما ينطق بها إلا إذا هدد بالقتل أو الضرب أو الضرر البين، فالإكراه يختلف باختلاف المكره عليه. الطلاق الإكراه عليه إذا هدد بما يضره من قتل أو ضرب أو أخذ مال أو غير ذلك من أنواع الضرر. في عهد عمر رضي الله عنه ذهبت امرأة مع زوجها ليشتاروا عسلا من الجبل، فأمسكت الحبل له ونزل ليأخذ العسل منه، فلما نزل بالحبل قالت: إما أن تطلقني وإما أن أطلق الحبل بك. فلما رأى أنها تهدده بأنها تطلق الحبل ويسقط من الجبل ويموت طلقها، فأمسكت الحبل. فلما خرج ذهب إلى عمر فردها عليه واعتبر هذا إكراها، اعتبر هذا إكراها. نعم، فالإكراه يختلف باختلاف الأحوال، ما هو نوع واحد. نعم. فضيلة الشيخ، هل التوسل بالأعمال الصالحة ينقص ثواب هذه الأعمال؟ لا، التوسل بالأعمال الصالحة مشروع ولا ينقص ثواب الأعمال المتوسل بها. الله جل وعلا ذكر عن عباد عن المؤمنين في آخر سورة آل عمران، في سورة آل عمران: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل. وفي آخر السورة: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا به، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئة، هذا توسل بالأعمال، وأقره الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أثنى عليهم. التوسل بالأعمال الصالحة لا ينقص ثوابها وهو مشروع. نعم. فضيلة الشيخ، من أغمي عليه عدة أيام هل يقضي الصلوات الخمس؟ هذا يختلف. إن كان الإغماء طويلا، إن كان الإغماء طويلا يبلغ شهرا أو أشهرا، فإنه لا يقضي من أجل المشقة في ذلك، وهذا زائل العقل. أما إن كان ثلاثة أيام فأقل فهذا يقضي، لأنه لا يشق عليه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، من نذر إن نجح أن يصوم شهر فنجح ورأى أنه لا يستطيع صيام الشهر، ماذا يفعل وما هي الكفارة في ذلك؟ يثبت صيام الشهر في ذمته ويؤخره إلى أن يستطيع، فإذا استطاع يصوم ولو تأخر، إنما هو دين في ذمته لا بد منه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.